السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله، وهو كذلك هدية للطلاب اللي بإذن الله راح يبيضوا الوجه في شهر نوفمبر وديسمبر، امتحانات القادمة هذه إمسات اللغة الإنجليزية. في هذا التدريب راح يكون لنا الجزء الثاني من الكلمات المهمة اللي بإذن الله راح تورد بشكل أو بآخر في امتحان الإمسات، لأنها وردت في الامتحانات الأخيرة، فممكن أنها تكون. وكذلك الفائدة الثانية أن فيها تدريبات كلوز تيست قوية جدا، فاللي يتدرب على الكلوز تيست اليوم بالذات طويل، فبالتالي كلوز تيست أبو 5 كلمات ولا شيء يكون عنده. أنصح الجميع أن يجيب كوفي ويجلس في الجلسة مطولة، لأن الكلمات كثيرة 27 كلمة، لكن صممت التدريبات بشكل أن الطالب بس يدرسها مرة بتضل معاه، خلاص يحفظها بإذن الله، ما تقعد تعيد وتكرر. فرح أخلي الغرفة مفتوحة فترة من الزمن. طبعا المشتركين معي في القناة من 25 درهم إلى 100 درهم راح تكون على ذمتهم، هاي موجودة لين يخلصوا امتحاناتهم بإذن الله، والباقي فترة كذا يتدربوا عليها، وإن شاء الله ربي ينجح الجميع يا رب. زين، هنا نروح على socrative.com، بعدين يقول لك اكتب رقم الغرفة، هذا راح اخليه مفتوح ان شاء الله. رقم الغرفة هو 0001001. يلا يطلب مني الاسم، حاضرين. يلا دخلنا. طبعا ان شاء الله من مرة واحدة الواحد يكون خلاص يحفظهم ويعدي. اذا هذه اهم 27 كلمة، ليش معلش، هذه اهم 27 كلمة من كلمات الامسات لامتحان شهر نوفمبر وديسمبر. صممت هذه التدريبات بشكل يخليك تحفظ الكلمات غيبي بدون اي جهد، لان التدريبات متعوب، متنوعة ومتعوب عليها. فهل انت قد التحدي؟ أفا عليك، حاضرين. يلا بسم الله نبدأ بالتدريب الأول اللي هو multiple choice guess the definition. هنا طلاب الشطار ما شاء الله ليهم راح يمشوا فيه كده الخط السريع، واللي ما يعرف الكلمات فرصته أن يعرفها، لأن الفرق بين الشاطر مو الشاطر، بين اللي يجيب علامات زينة واللي أقل، هو عدد الكلمات اللي يعرفها الثاني الأول قصدي. زين، نجي الكلمة هنا annually، واكتب لك المعنى كمان سنويا عشان تثبت عندك المعلومة. خلاص annually سنويا، annually سنويا. ونجي للخيارات، يقول لك in an unknown place، في مكان غير معروف. لا ما له دخل، انت تعرف كلمة سنويا، شو هذه place، ما يصير. in a sudden manner، بطريقة مفاجئة، ولا لها علاقة يا صديقي. In a detailed way، why معلش، بطريقة مفصلة. لا، every year، أيوه، أي طالب مهما كان مستواه يعرف اللي annually صار معناها every year. طيب يقول لي يا أستاذ شو أهمية أني أعرف السينونيم المرادفات وكل شيء؟ لأنك يا صديقي في الكتابة بالذات لما تعيد نفس الكلمة، الكلمة نفسها مرات، هذا دليل على ضعفك وأن ما عندك زاد لغوي، فأنك تستفيد كذلك. طيب قلنا بسم الله الكلمة الأولى وجبناها، روح على الثانية. Landmarks، معالم، أيوة معالم، مثل برج خليفة، معلم من معالم دبي. Landmarks عرفناها. يلا يقول لك a type of measurement، نوع من القياس. لا يا شيخ. Legal documents، أوراق قانونية، ما لها علاقة. Historical or notable locations، أها أركز هنا، historical ولا notable location، locations يعني مواقع، notable يعني معروفة متميزة، historical تاريخية، أيوة جبنا المعنى. طيب natural phenomena، مشكل طبيعي، ما له علاقة يا صديقي. لا حلو، الحين أنا متأكد أننا حفظنا هالكلمتين ثلاثة الأولى. نجي لكلمة overseas، لا والله أعرفها، هاي في الخارج، يعني يدرس في الخارج، يروح للخارج، نسميها overseas.
هل هي related to the sea، مرتبطة بالبحر؟ لا والله لا. referring to countries across the sea، يدل على أو يعني يتكلم على دول خارج في مياه أخرى، يعني خارج بحارنا وإلى آخره. نعم. in a nearby region، منطقة قريبة. لا. in the same country، لا لا. شو لا ما يصير يعني. حلو. droughts، الجفاف، الله يبعد علينا الجفاف. يقول لك cold weather conditions، ظروف برد قاسية. periods of severe water shortage. كلمة shortage هذه احفظها. shortage يعني نقص، فترة نقص مياه حادة. اي نعم. اي طيب. يقول لك windy climates، مناخ رياح كثير. لا. heavy rainfalls، امطار قوية. شوف الكلمة هنا كمان احفظها. لا. طيب. unexpected، غير متوقع. unexpected غير ما سهلة هذه. يقول لك an important event، حدث غير مهم. لا. something surprising، ايه شيء. a usual occurrence، شيء يحدث دائما. لا. something anticipated، شيء ننتظره. لا. والله حفظنا كلمتين حلوين هنا. occurrence يعني شيء يحدث، جاي من كلمة occur، حدث. والnoun occurrence. حلو. anticipated يعني تتوقع شيء، تتوقع انه يصير يعني، تنتظره عشان يتم. والنون anticipation. حلو. ستة كلمات ولا حسينا فيها. typically، عادة يعني. typically، once in a while، مرة في وين وين. لا. in a strange way، بطريقة غريبة. لا. in a typical usual way، ايه شيء usual، شيء متعودين عليه. never من هالق زين. طيب أنا ما راح أطول عليكم، هم 26 كلمة، فلذلك راح نمر عشان أوريكم الجزء الثاني. لا والله شكلي ما أقدر أمر، لازم تحلها. حاضرين. approximately، تقريبا. nearly or about، إيه صح. فأنا أعرف الكلمات هذه نفسها. intelligence، ذكاء. ما عليك، سهل الذكاء. وينه وينه. the ability to acquire and apply knowledge and skills، إيه قدرة لتطبيق المهارات والمعرفة والمهارات. ايه امشي بسرعة، امشي. تو ديفويت، ديفوت، ديفوت يعني يكرس، يكرس وقته لكذا، حياته لكذا. زين. تو ديديكيت نفس المعنى. فالحين حفظت لي عصفورين، ضربت لي عصفورين بحجر. ديفوت وديديكيت نفس المعنى. طيب نجي الكلمة 11. distinguish، يميز، يميز بين الحلال والحرام، يميز بين الخير والشر. هل هي to diminish؟ احفظ عندك كلمة diminish. diminish يعني ينقص، diminish يصغر. to decorate or embellish، هاي كلمتين جميلتين. decorate يعني يزين البيت او شيء، نفس الكلمة embellish ترى. to confuse or mix up، هاي الكلمتين نفس المعنى، confuse يخربط الواحد. لا. to identify as different and distinct، كلمة distinct متميز، as different هذا هو الجواب الصحيح. شوف والله هذه بالنسبة للي يبغي يكون نفسه يعني من الدرر، من الدرر. separation، الانفصال. زين. the state of being similar، اننا نكون نفس الشيء، متشابهين. لا. process of exchanging، تبادل. لا. the act of coming together، أن يكونوا يعيشوا مع بعض. بالعكس. the act of dividing or being divided، أن يكون متقسم أو منقسمين. زين. كلمة أخرى. طبعا الكلمات اللي تشوفوها هذه، إحنا لما ندرس الطلاب أن يحفظ الكلمة، هي راح تجيه بإذن الله في جملة، لكن لما يشوفها الأفضل أنه ما أعطيه جملة الإمساك نفسها، هذا كتدريب ثاني. لكن هو لما يكون يعرف الكلمة يستخدمها في أي مكان وفي أي قطعة ولا شيء. زين. source، مصدر. يقول لك depth، عمق، ولا bottom. end or conclusion، خاتمة. middle or center، نفس الكلمات هاي. origin or starting point، يا سلام. origin يعني المصدر الأصلي أو نقطة البداية. حلو. 14. outstanding، لما الواحد يكتب تعبير زين او شيء يقول اوف، outstanding، ممتاز.
أو بارز. زين. Ordinary يقول لك شيء عادي. لا 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 يا صديقي. Incomplete or unfinished. لا والله غير تام. لا. Excellent or exceptionally good. هذا هو. Outstanding يعني الطالب بدل اليوم ما يقول كلمة excellent يقول outstanding. حلو. شو هذه كلمة delayed or overdue؟ delayed يعني تأخر، overdue فات أجله. حلو، كل كلمة جديدة تستفيد. كلمة whereas بينما، هاي أداة ربط جميلة بين الجمل والفقرات إلى آخره. بينما يقول لك since or because، لا similarly or in the same way، لا consequently or therefore، لذلك أو نتيجة لذلك، لا while on the contrary، أيوة whereas في حين أو بينما. among ما بين في وسط. يقول لك outside or external، لا separate or apart from، لا above or over، لا inside or within a group، داخل أو في ضمن مجموعة. هذه هي كلمة وسط. كلمة long haul يعني رحلة طويلة. إذا long haul هي a prolonged مطولة. كلمة prolonged يعني مطولة or difficult task or journey. زين. الحين basically، كلمة basically يعني أساسا أو بالأساس. يلا basically يعني optionally or alternatively يعني كبديل. لا يا صديقي. In the most essential respects fundamentally. أيوة. يعني fundament في الأساس الجوهر. Essential قلنا كمان أساسي. حلو. Get someone to. يجعل شخص يفعل شيء. أوكي. هي أنك تقنع إنسان. كلمة convince or persuade نفس المعنى يعني يقنع. شوف احفظ لك الكلمات كمان. انك تقنع انسان يسوي لك شيء. هذيك get someone to do something. accent هي النبرة او اللكنة. زين. يقول لك a type of clothing نوع من الملابس. لا. musical instrument آلة موسيقية. لا. a method of writing طريقة كتابة. لا. هي اذا هي طريقة كلام. That shows the speakers or تظهر منين جاي الشخص. طيب كوم. كلمة كوم هنا راح نستخدمها كفعل مو كاسم. كاسم الكل نعرف اللي هي تعني مستشار، لكن كلمة كوم يعني يمشط، يمشط المنطقة أو شيء. فهذه استخدامها في التدريبات هاي. زين. إذا يمشط المكان يعني to search or examine thoroughly. examine يعني يبحث thoroughly يشخص. ما أدري الكلمة بالعربي بالضبط ما علينا فيها. thoroughly يعني بطريقة كاملة يعني بالملي. stick طبعا يلصق هاي سهل. اللي هي to adhere to remain attached يظل ملتصق يعني. حلو. come at a price يأتي بثمن. النجاح دائما يأتي بثمن إلى آخره. إذا كلمة يأتي بثمن ما راح أتعبكم سهلة. to have a cost to have no cost ما يكون فيها ثمن. لا. to be very cheap. لا. to be easily available. لا. to involve a disadvantage or sacrifice إنها تشمل سلبية أو تضحية. sacrifice تضحية. إنزين. brush up on يجدد معلوماته. مثلا الواحد يكون شيء نسيه يقول والله لازمني أنا I need to brush up on whatever. to clean or tidy up يرتب. لا. to improve on one's knowledge يطور معلومات اللي عنده ويراجعها. هاي هي المعنى brush up on. pigment يعني صبغة. زين. a substance used for coloring مادة تستخدم للصبغ.
تلوين. نجي لآخر، لا لسه كلمة. come up with يعني يجد حلا، يأتي بشيء. بالضبط، يعني to think or suggest an idea or plan، يأتي بخطة أو بفكرة. حلو، آخر كلمة اللي هي mass يعني الكتلة. الكتلة هي a large amount or number، كمية كبيرة أو رقم كبير. أيوة خلصنا لسه، والله لسه capable of، حاضرين. capable of طبعا قادر على، having the ability or quality to do something، القدرة على أن يقوم بشيء. خلصنا خلصنا، الحين خش على التدريب الثاني. هنا بتبان الشطارة يا صديقي، وشكلي راح أتورط. بس وين أتورط؟ كيف هذا الكلام؟ لازم أكتب الكلمة صح. Complete the sentence with the correct word from the list. The museum is visited سنويا by thousands of tourists. لا سنويا أعرفها يا صديقي، لا 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 annually قلنا صح. كفو عليك. الثاني، the Eiffel Tower is one of the most famous معالم. لا 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 شو أنا ما أعرف معالم، كيف هالكلام؟ landmarks. أي نعم أضرب. طيب my cousin lives في الخارج. لح 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 شفناها. over ايش؟ overseas. كلمة الخارج مرة واحدة overseas. حلو ماشيين صح. farmers are concerned about the potential for الجفاف. الله يبعد علينا، حاضرين. drought، ويا ويلك لو تقولي droughts في الجمع. والله drought يعني الجفاف واحد بس، وإذا تبغي جمع نحن حاضرين. يلعن ابو ابليس. دراوت على كيفك هو، معلش والله المفروض دراوت بس معلش. The news of the school closure was completely غير متوقع. لا لا هي سهلة. unexpected. ايوه ايوه كده ايوه كده. عادة she drinks a cup of coffee every morning. ايوه typically، هاي صنعتها دائما يعني typically. روح. The cost of the project was تقريبا. لا لا دي لعبتي، بعرف هالكلمة هذه. approximately. approximately نعم ايوه. a person with high ذكاء. لا لا هذه هذه امسات هاي شو intelligence. روح يا عمي. ايوه he decided to يكرس. لا هاي صعبة لكن مو علينا. devote يا حبيبي. انا devote. ايوه it is important to emails. انا ما احتاج اقرا الباقي خلاص. ايه شايفين الكلمات. distinguish. distinguish يميز. ايوه اخاف اجيب العيد بس. After their divorce, there was a clear انفصال. هلا بالانفصال. separation. شيء من كلمة separate سهلة هاي. سهلة. طيب كلمة مصدر. إيه مصدر source يا أخي. source. إيه نعم. شايفينها. طيب. والله ما في داعي أقرأ الجملة. شوف العربي. بارز ممتاز. خلاص. أنا حافظها حافظ. كيف outstanding. روح بسرعة أشكرك. بينما اللي ما يكتب بالدبليو كابيتال هنا راح فيها whereas. نعم لأن أول الجملة صحيح. والله she found herself feeling lonely وسط الكراود. إيه هاي بسيطة. among ايه. طيب the journey from Dubai to Australia is considered ايش؟ إيه في تدريب ثالث بعد هذا هو اللي يا سلام يا سلام فانتظروه. قلنا الرحلة من دبي لاستراليا هاي شو هاي بيسموها long haul ابوي 16 ساعة ولا ايه. طيب اساسا كده ضعنا بقى
انا والله بكتب essentially، لكن هي ما عندنا كلمة essentially. شو عندنا احنا؟ عندنا كلمة اخرى basically، ولازم اكتبها capital والا غلط. ايه والله basically I managed to يجعل شخصا يفعل شيئا. gets my brother to land his car. خليت اخوي اقنعته يعني. صحيح. She speaks English with a noticeable French. لكنة. لا انا اعرفها. accent. During the investigation وقت البحث ولا ويش هذا. The detective المفتش had to يمشط. لا الموضوع عندي. كوم والبي ما ننطقها. نعم. طيب تعال على هذا. The two pieces of paper will يلتصق. لح لح لح. هالدرجة الهمسات. Stick يا صديقي. Will stick. نعم. Fame الشهرة يأتي بثمن. صحيح والله. طيب fame often comes at a price. يا ولد يا ولد أشكر أبوك. ليش كام؟ طيب ما هو أنا الجملة هي غلطة، زمها كامز مو كام. ما علينا يعني انفقت بها. طيب اللي بعده. Before her trip to Spain she needed to تحسن تجدد معلوماتها. ايه من حقها يا سيدي نقولوا brush up on. ايوه brush up on. جميل. The artist used a natural صبغة. لا لا صبغة علينا نحن. pigment يا صديقي. pigment pigment روح. لازم طلابي يجيبوا الفول مارك ما في. The team needs to يأتي بي يجد حلا. need to come up يا أخي with a solution. شو come up with؟ لعبتي ده. come up with a solution. طلع نجيب فكرة حل. the total كتلة. الله فكنا من الكتلة. mass روح. شو قاعد she is قادرة. لا 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 شو قاعد capable of. أيوة شو خلصنا. أيوة يا الله الحين هذه للأقوياء واللي قلوبهم قوية واللي طالبين الفول مارك. شوف يا صديقي كل الكلمات 27 هذه كلها موجودة هنا. أيوة فأنت راح تقوي نفسك. شوف الفراغات اللي بتحلها كم. 27 فراغ. إيه نعم. لكن لا تخاف أنت تدرب في عضلاتك العقلية عشان أي شيء فيه ملا فراغات على طول. طيب الموضوع ما يخوف. ليش؟ لأن يهمك بس الجملة الأولى. أنت ما تشوفك كلك فقرة. شوف بس الجملة الأولى بس وجاوب. خلينا نجوب. ولا ومساعدك أنا أعطيك الخيارات هنا يعني الأمور طيبة يعني. يقول لك every year كل سنة or more precisely أو بصفة أدق. وأعطيني الخيارات هنا لون بينما outstanding بارز وانيلي. لا انيلي. ويبغى يقولوا بصفة أدق سنويا حاضرين. the town holds. خلينا نشوف الجواب صحيح ولا. أولا submit وبيقول لك إيه correct. يرحم أبوك. روح الكلمة الأولى حلينا. خش على الثانية. يقول لك كل أنت كل حتى القراءة بس تفيدك تفيدك. زين. Every year and more precisely وبصفة أدق annually سنويا the town holds a festival that highlights. المدينة تسوي احتفال. highlights يعني يلقي الضوء على. يا سلام. it's historical. إيش شو الشيء التاريخي اللي في القرية. brush up on whereas landmarks will outstanding. الموضوع سهل يا أخي. لاند ماركس. أي نعم لازم. أيوه تلقي الضوء على اللاند ماركس. خلينا نشوف الجواب. لاند ماركس. many tourists سواح كثير tourists travel to attend this event.
ترافل ايش؟ ترافل اوتستاندينج، اوفرسيز، انجلش ديستنجوش ولا ديفوت؟ اوفرسيز، يسافروا خارج بلدانهم عشان يحضروا الاحتفال في المدينة هذه، ونشوف الحل. ويقول لك اوفرسيز يا صديقي، to attend this event especially. لا والله شكله بدأ يطول الفيديو. خلاص انتم قادرين تحلوا الباقي بروحكم وتتدربوا عليه، راح اخلي لكم اياه لفتره زمنيه. بالنسبه للمشاركين في القناه، طبعا اللي في الدوره هذا امورهم طيبه، لكن اللي في القناه راح احط لكم اياه في قناه اخرى، لان هذه ما راح اخليها فتره طويله، وراح تضل معكم لين تخلصوا امتحانكم باذن الله. ان شاء الله استفدتوا، وان شاء الله دائما ما نعطيكم الا الشيء اللي يفيدكم واللي متعوب عليه صدق. وربي يحفظكم وينجحكم جميعا واحد واحد، والسلام عليكم.